بنشوف حكام بيغلطوا بيعملوا قرارات تحكيمية خاطئة في الملعب وما بنشوفش عقاب للأخطاء دي، وبنشوفهم بيحكموا المباراة اللي بعدها لنفس الفريق اللي اشتكى اللي هو احنا طبعا. فأنا مش فاهمة وعايزة أتكلم معاك عن القرارات التحكيمية، عايزة أتكلم معاك شايف ازاي نطور من ده او شايف ازاي نعالج ده، لان احنا طبعا بنشوف كوارث، يعني بنشوف كوارث في الدوري وشايفين في كذا مباراه، حتى مش للزمالك بس، بنشوف في كذا مباراه غلطات تحكيميه برضو. لا ده سيراميكا كمان قدامها السنه دي كارثه، يعني سيراميكا كليوباترا في يعني كوارث تحكيميه مش طبيعيه، خلي بالك كل الماتشات، وده خلي بالك يعني كتر الغلطات، وانه حضرتك كلجنه حكام بتساعدي الحكام دي زي ما بيقولوا كده، الحكم اللي بيغلط بتكافئيه بمباراه ثانيه، وخلي بالك ده راحوا مباراه مصيريه في دوري الترقي، يعني فدي كارثه بتضعف الحكام. خلي بالك دلوقتي السنه دي لو اتفرجتي على الدوري اكتر سنه اللعيبه بتعترض هي والاجهزه الفنيه على الحكام. طبعا الموضوع زاد عن حده. عايز اقول لك حاجه، في مدربين ولاعيبه بتعترض على كره عاديه، على اوت، على فاول في نص الملعب. ليه؟ لان هو عارف ان في ظلم، هو عارف ان الحكم مش فير، يعني عارف ان انا يعني فعنده احساس ان هو دايما إن الحكم جاي مش عليه فير. او كده ايا كان بقى بتلعب مين، يعني مثلا تلاقي البلديه والاتحاد تلاقي الاثنين متضايقين، طب وانا هبقى موجه برضو للبلديه ولا للاتحاد؟ انت فاهمه؟ تلاقي بيراميدز بيلعب مش عارف مين، عندي احساس ان الحكم جاي عايز يخلص عليا. من وجهه نظرك ليه ده بيحصل؟ يعني ليه فجأة الموضوع زاد عن حده وبقى واضح كده؟ ليه بقى أقول لك لأي حد بيتفرج على كرة القدم؟ كان زمان ما كانش فيه فار، فكان الحكام عادي بتغلط. المفروض الموضوع يبقى أحسن. ما بقول لك كان الحكام بتغلط وعادي، يقول لك أصل ده لقطة الحكم ما خدش باله فوقف ماتشين وأخطاء بشرية. طب دلوقتي حضرتك إحنا بنوقف اللعب ونجيب لك التلفزيون قدامك ويعيد لك الكرة من كل الزوايا ويمين وشمال ونسمع أنا مش مقتنع، يعني إن أنا بقى لا مش قصة مقتنع بس، ده اللي حكام الفرد نفسهم بيرسموا خط يمين شوية وخط شمال، يعني حسب برضه حسب، يعني أنت حضرتك أنت مصر العالم كله شايفك وأنت قاعد بترسم الخط، يعني أنت في إيه تاني أكتر من كده؟ نعمل لهم إيه تاني أكتر من كده؟ أنا وجهة نظري الحل الأمثل والله بجد، يا بس الناس هتزعل مني، إن إحنا نجيب سنة كاملة حكام أجانب للدوري المصري. حكام بقى عرب اجانب ايا كان، نجيبهم يعيشوا في مصر، انتوا هتحكموا في الدوري المصري، نتعاقد معاهم وحكامنا يقعدوا يتعلموا منهم، وطقم الحكام اللي موجود ده كله خلاص شكرا، ونطلع حكام جديده صغيرين ياخدوا السنه دي خبرات من الحكام الاجانب الكبار، تمام، تحت اشراف برضو اداره مصريه، يعني مش هنجيب لجنه، لا تحت اشراف برضو الناس المسؤولين في مصر يتعلموا منهم، تمام، هيبقى عندنا قاعده جميله جدا. بس ده يعني طبعا حل، انا بقول لك مع الناس هتزعل مني، مش هيحصل طبعا، اكيد مش هيحصل، يعني ده الموضوع صعب جدا. ما هو دي بقى لو انت عايزه المنظومه صح، او على الاقل سيبك من ده صعب شويه اللي انا بقوله، ده في احلام في احلام انا، تمام. طب خلينا نقول هنجيبك اول السنه يا نادين، حضرتك انت كحكم لو غلطتي وانت على الفار هتتوقفي 4 ماتشات، لو غلطتي وانت في الساحه هتتوقفي 6 ماتشات، شكرا. صحيح. بس والقرار يعلن، والعقاب ده هيخلي ولو اي حكم تاني نازل مركز أنا ضد مليون في المية. انا ضد ان انا اعاقب حكم على الملأ، انا ضد الفكره دي لان دي بتضعف الحكام. بس على الاقل ما اشوفش نادين لمده 6 ماتشات بالظبط، لو فكره ما شفتيش ولا بقى ممتاز به ولا ممتاز الف ولا محترفين ولا دوري ممتاز ولا ناشئين حتى، حضرتك تقعدي في البيت 6 اسابيع، تقعدي في البيت كده تراجعي في نفسك، وكمان ايه ما قعدتيش في البيت بس، ده انا نجيبك اعلمك. على فكره ما بقاش يعني مش كل الحكام بتغلط، يعني قصده طبعا لا في وارد يحصل اخطاء، بقت بتعند لدرجه ان هي بتعند في الغلط، يعني انت فاهمه، يعني انا الصح انتوا اصل. وبعدين اللي بيضايقني انا كشخصيا كمدرب في الملعب، ودي حاجه انا بوجهها للمسؤولين، ان في حكم ممكن يحسب الكوره دي وانا اعترض عليه فيجي يقول لي اصل القانون بيقول ان ايده مش عارف ايه فاتحسبت، فنفس الكوره تاني ماتش ليا فما تتحسبش، فحكم تاني يقول لي لا اصل القانون بيقول. طب هو انت يا جماعه القانون ده معمول مرتين ولا معمول يعني علينا احنا بس ولا معمول ازاي؟ فاهمه؟ فالقانون قانون، قانون اللعبه معروف، بس انا اشك ان كل حكامنا عارفين قانون اللعبه صح. طبعا يعني انا وجهه نظري ان مش كل الحكام متعمدين، في حكام مش فاهمه، ده بجد، وده مش عيب، ده مش عيب والله، ده عيب المسؤولين اللي ما علمهمش، ده عيب احنا اخر مره سمعنا عن معسكر الحكام امتى؟ ما فيش. بيريرا اللي هو اللي ماسك لجنه الحكام ده انا ما شفناهوش ولا مره، ما اعرفش شكله اصلا. ما فيش ولا مره، ولا طلع في تصريح، ولا شفناه اجتماع بالمدرب بالحكام، ولا شفناه بيعمل لهم ورش عمل، ولا طب انتوا جايبينه ليه؟ صحيح. يعني ما جايبينه ليه؟